الفكره هنا ان احنا نتعلم مهارات ونشبك ونتواصل مع بعض، هي دي الغايه الاساسيه. ولما بنتكلم عن فكره امانه المراه، يعني بشيء مبشر انه الحزب يبقى فيه اغلب امانات المراه شابات في عمر الشباب، فده معناه انه حزب شاب نشيط، فمفروض انه يبقى فيه فعاليه وفيه تفاعل اكبر. عايزين نخرج من هنا، اول حاجه عندنا خطط واضحه لانشطه الامانات. لو حد عنده اسئله حوالين المعوقات او الاجراءات، ممكن ازاي لو عايز يعمل نشاط في الامانه بتاعته كامانه مراه في محافظه ما يقدر يشتغل. يبقى في تطور تعليمي شخصي، احنا بنتعلم من بعض دايما. لما بنشتغل في جماعات او في مجموعات بنقدر نتطور بصوره احسن، غير لما كل واحد يبقى لوحده. ايه بقى مساوئ العمل الجماعي؟ بيبقى في بعض الخسائر او المشاكل بسبب التنسيق، لو ما نعرفش ننسق كويس مع بعض يبقى في مشاكل شخصيه، ودي طبعا اكتر حاجه ممكن بتعمل مشاكل في عمل جماعي. احيانا بيبقى في عدم وضوح للاهداف او الرؤيه، يعني حد هو اللي بيليد او اللي هو على راس الجماعه دي ومش مفهم بقيه الناس ايه الرؤيه او الهدف. فالادوار دي بتختلف من مجتمع لمجتمع ومن مكان لمكان بحسب طبيعه المجتمع وطبيعه ثقافه الناس اللي موجودين فيه.